كيف الحال شيخنا الفاضل؟ الدنيا هذه الحمد لله، بارك الله فيك. هذا المنظر، هذيك اللذة، هذيك زيد لها زيد ثم هذيك الطحينة كاملة. كيف حالك؟ والله الحمد لله، زحمة من النعم. الحمد لله، زحمة. كيف حالك أنت؟ نحن في ضيقة من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واحدة لا تحصوها. أي سبحان الله. تفضل أخي. سبحان الله، بعد الجلسة الأخيرة، يعني سبحان الله أول مرة أشعر براحة في الجلسات. خلال الجلسات الماضية كلها تقريبا، الجلسة الأخيرة أول جلسة أشعر براحة بعدها. الشيء الأول. الشيء الثاني، سبحان الله، يعني زوجتي حاسة بها أنها هدوء، يعني هدوء كذا، يعني ما شاء الله. يعني من غير مبالغة، يعني 4 ساعات تكلمنا مع بعض وكله كان في هدوء في لحظة واحدة. يعني الحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يؤتيه من يشاء. الشيء الثاني، الجلسة، خلال الجلسة الماضية ومن بعد الجلسة، ألم في الأصابع، ألم شديد، يعني ألم مبالغ فيه على الأصابع، على الأيدي وعلى الكف. يعني الألم في الكف كامل، لكن كان مركز على الأصابع وبعض الأحيان على أصابع القدم. أكمل. وزوجتي أيضا من بعد الجلسة الأخيرة فتور شديد، والألم مركز في منطقة الكتف، تقريبا الكتف اليمين. تقريبا قبل 3 أيام أو شيء، نفس التهيؤات التي تأتيها أتت إليها. وخلال الجلسة الماضية أيضا كانت، سبحان الله، يعني هي من الباب ما ظهر، هي كانت من بداية الجلسة إلى نهاية الجلسة كانت تبكي. لكن من وضع عام، الوضع يعني الحمد لله، يعني حاسس إنه فعلا هي الإنسانة اللي أنا بعرفها، هي الإنسانة اللي أنا بعرفها. الحمد لله، ذلك فضل الله. اللهم لك الحمد. أكمل. ايوه، في رؤيه انا رايتها، وهي رأت ايضا نفس الرؤيه مقاربه لها، ما اعرف هل بتكون عندها علاقه او ما تكون عندها علاقه. هي رات في رؤيا اكلت ثم شربت لبن. ما اعلم هل هذا عنده علاقه مع السحر الماكول ولا اللبن، بعيد من هذه الاشياء. ونفس الشيء، انا رايت رؤيا شخص بعرف ايضا اداني تمر، كنت باكل التمر. فقلت أخبرك بها، ما أعرف هل هي من أحاديث النفس، من الشيطان، لها علاقة بالرؤيا؟ لا أعلم لها شيء. أعطيني أشياء أخرى. لا يوجد أي أشياء، يعني لا يوجد أي أشياء، يعني عندما استمع إلى الرؤيا بكثرة، بس النبض والتنميل، لا يوجد شيء غير هذا. وأشعر بشيء من بعد الجلسة الأخيرة، عموما أشعر براحة كبيرة شديد، الحمد لله. وراء الحصة الأخيرة تغير الحال كثيرا، يعني كثيرا، الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب، أعطني الأشياء اللي اشتغلنا عليها الحصة الماضية حتى شعرت بهذه الراحة وهذا التحسن وهذا الفرق وهذا الحب للزوجة والقرب منها، يعني الأشياء كثيرة تغيرت. الأشياء التي ذكرتها في الرقية الماضية وأثرت فيك وأحسست أن لها وقع عليك وكان لها دور في هذه الراحة وهذه السكينة وهذا. الآيات التي تخص العذاب. أي. أنا ما أقدر أستحضر الآيات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا لا أستحضر الآيات جيدا، لكن التأثير كان التأثير الذي أشعر به أيضا عند الرقية، الآيات التي كانت لها علاقة بالعذاب. العذاب، اسمع، الآيات، العذاب والنار والألم والحرق كذا. أيوه بالضبط. الآن
تقول هذه الكلمات أشعر بنبض شديد، مجرد ما ذكرت هذه الكلمات أشعر بنبض شديد على القدم. الحمد لله. الحمد لله. يلا نتوكل على الله. أضيف الزوجة؟ أيوة أضيف الزوجة. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ماما عندك واقع حابة تقوليه؟ عندك تعليق ولا حاجة حابة تقوليهم؟ ما في شيء؟ توكل. ارفعي صوتك، ارفعي صوتك. أحسن من الأول، يعني الضيق والقلق والحياة اللي كانت في الأول كلها يعني شبه انتهت الحمد لله. بشعر بتنميل يعني من غير الرؤية، من غير أن أسمع الرؤية بيكون في تنميل في الأرجل خاصة اليمين، في نبض كثير يعني في الجسم. نبض كثير. نعم. أنت أيضا تأثرتي في الآيات، آيات العذاب والحرق والحريق. نعم. الحالة، حالتك الوضعية مع الزوج يعني تغيرت الأوضاع. أيوة الحمد لله. نعم. كم نسبة التغيير من الحصة التي مضت إلى الآن؟ يعني 90% 90%. الحمد اللهم بارك. لله. أغمضي الحمد عينيك. لله. أنا توكل على الله. غمضي عينيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
حفظنا من كل شيطان رجيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وإن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون. اليوم نختم
على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب
يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازتهم من العذاب من العذاب ولهم عذاب أليم 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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون أو تقولوا لولا أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أو تقولوا لو أن الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها وصدق عنها سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا
سوء العذاب سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب 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 بما كانوا يصدقون قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لذو مغفرة وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد متاع في الدنيا متاع في الدنيا ثم نذيقهم العذاب الشديد 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 العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ولو جاءتهم
كل آيات حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع. يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
سرابيل من قطران سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما ننزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك من شيع الأولين وما يأتيهم من رسول وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك
نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولقد فتحنا عليهم بابا من السماء ولقد فتحنا عليهم بابا من السماء ظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم
لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصره والمجوس ومن جاوره والمنافقين ومن وافقه والسحرة ومن سلك نهجهم واقتفى أثرهم اللهم لا تقل لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تملهم مقصدا ولا غاية اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم اللهم عليك بهم ومن ولاهم ومن سلك نهجهم ومن اقتفى أثرهم ومن تبع خطاهم اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا مجيب دعوة المضطرين يا منجي الهالكين يا إله الأولين والآخرين يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا مجيب دعوة المضطرين اللهم أهلك الظالمين اللهم لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم اللهم رنا فيهم عجائب قدرتك اللهم رنا فيهم عجائب بأسك وغضبك وعقابك وعذابك الذي لا يصد ولا يدفع ولا يرد اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وأنت عليهم قوي قدير اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وأنت عليهم قوي قدير اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وأنت عليهم قوي قدير اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وأنت عليهم قوي قدير اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وأنت عليهم قوي قدير اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وأنت عليهم قوي قدير اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وأنت عليهم قوي قدير اللهم افضح أسحارهم اللهم جل أسرارهم اللهم عليك بهم وأنت عليهم قوي قدير اللهم اخسف بهم وبدارهم الأرض اللهم سلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل اللهم سلط عليهم غضبك وعقابك وعذابك وألمك ونارك اللهم يا رب عذابك الذي لا يصد ولا يرى اللهم يا من قلت وقولك الحق ولهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق ولا عذاب الآخرة أشق اللهم ضاعف لهم العذاب 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 اللهم ابطل كل سحر اينما كان وكيفما كان اللهم جل كل سحر اينما استخفى وكان اينما خبأوه وكان اينما دسوه وكان اللهم اخرج حر الاعين والحسد اللهم ابطل حر الاعين والحسد اللهم اطفئ حر الاعين والحسد اللهم اخرج حر الاعين والحسد وازل اداء وضرر وضر الاعين والحسد اللهم اطفئ حر اعين العائنين وابرد حر اعين العائنين واخرج حر اعين العائنين وازل يا ربي اذى وضرر وضر اعين العائنين لا اله الا الله العظيم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرضين لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله وكفى
سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما اجعلهم يا رب في حسن حصين بحق السبع المثاني والقرآن العظيم من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم رحمتك أرحم الراحمين ويولي الصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرضين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم رب ما كان مصاب في مكحتك ما كان خطأ أو سهو أو زنا أو سيان في طريقة قراءة مدخل كلام فمن نفسه من الشيطان والله رسوله وبراء الله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أخي أحمد. السلام ورحمة الله شيخنا. كيف حالك؟ الحمد لله. مع الآن كده أشعر كان في كتلة كده في الجانب الأيمن في البطن. أي؟ أكمل. في البطن في الجانب الأيمن من الناحية العليا. الجانب الأيمن في البطن من الناحية العليا كان في كتلة معلقة في البطن من الداخل. والزوجة؟ مجد شديد في البطن فوق وبكيت شوية بكيت في آيات معينة كده وعند تنبيه في الرجل اليمين طبعا. نعم أكثر من الحصة اللي فاتت أكثر من الحصة أقل من الحصة اللي فاتت أكثر أم أقل أقل الحمد لله أسأل الله أن يشفيك أخي أحمد. الأخت كوثر ستتكلم معك وتعطيك رقيات من اليوتيوب رقيات تجمع لك رقيات العذاب وتعطيهم لك لتسمعهم إن شاء الله. طيب وتتكلم معك سأل أوصيها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم آمين آمين. نراك إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نراك. طبعا في رؤية طويلة لك تقريبا زي 3 ساعات دائما بشغلة السيارة لا 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 أنا سأختار الرقية وتعطيهم لك هي. لا أنا أريد أقول لك شيئا آخر. طيب نتكلم.